السلام عليكم، نتمنى ان شاء الله تلقاكم الفيديو ديالي في احسن الاحوال يا ربي، وكاع الناس اللي كيتفرجوا فيا كنتمنى لهم دوام الصحه والعافيه يا ربي امين. كلكم كتبوا لي امين. المهم الفيديو ديال اليوم غنشارك معكم فيه كعب الغزال مع الاسرار ديالو باش يجيك ناجح وزوين بزاف ان شاء الله. كما كتشوفوا راه لذيذ والله، ما تندموش الا جربتوا هذه الوصفه. ونتمنى ان شاء الله تتبعوا الفيديو من الاول حتى الاخير، وغدا نبدا معكم الفيديو وفي نفس الوقت كنعطي المقادير. هنا غادي نبدا لكم لاباط، المقادير ديال لاباط اللي هما ربع ديال الزبده مع كاس ديال السكر كلاصي، هما اللي كتشوفوا هنا كنخلطوهم، وكيلو لا ربع ديال الفورس الدقيق الممتاز الخاص بالحلويات، زائد تقريبا كاس ديال الماء زهر لان كاين الطحين اللي كيشرب وكاين اللي لا. المهم هو ان لاباط راه كيخصها تكون قاسحه وتبات ليله كامله. المهم هنا غير كنخلطو مزيان الزبده مع السكر كلاصي حتى كي راه كتشوفوا معايا حتى كينسجموا مزيان، وعاد كنديروا الطحين كيلو لا ربع ديال الطحين، وكنبقاو نخلطو نخلطو حتى كيتلبس داك الطحين كله بهذا الخليط ديال الزبده والسكر. هذا كنضيفو مقدار ديال كاس ديال الماء زهر فقط، والعجين تبقى قاسحة وتبات ليلة كاملة في الثلاجة، ولا إلا كان الحال بارد عفوا راه ماشي مشكل. هذه هي الطريقة ديال لاباط. هاد المعلومة هذه كتعتبر سر من الأسرار باش تنجح معاك لاباط ديال كعب الغزال. ضروري من بعد ما كتجمعي هاد المقادير كتخليها ديريها في واحد البلاستيك، وتخليها بلاستيك غذائي بطبيعة الحال، وتخليها تبات ليلة كاملة أولا على الأقل 10 ساعات عادة كنبداو بها الخدمة. وغادي نكمل معاكم الفيديو. هنا اسمحوا لي تقطع لي التصوير، ما قدرتش نكمل لاباط طريقه باش يجن. المهم غير كنعجنوا وصافي كيف ما كنجمعوا بالماء زهر حتى كنحصلوا على العجين ديالنا، وكنخليوها كيف ما قلت لكم تبات ليله كامله او على الاقل 10 ديال الساعات. صافي من بعد ما كنساليو من لاباط نوجدوا العقده ديال العقده اللي غنعمروا بها الكعب، اللي غنوجدوا بها كعب الغزال. غادي نشارك معكم العقده والمقادير ديالها. كاين هنايا كيلو ديال اللوز، اللوز مسلوق ومطحون، مسلوق ومطحون، مع نص كيلو ديال السنيده، وكاس ديال الزبده، جوج معالق ديال الكوفيتير، ومعلقه ديال الروح ديال الزهر اولا ما الزهر. صافي صافي كتخلط مزيان. هذه العقده ديال كعب الغزال، ونتمنى البنات يسمحوا لي في العقده ديال المحنشات، نسيت ما ذكرتش السكر، دائما كنطحنوا غير هو في العقده ديال المحنشات كان السكر قليل. درنا كيلو ديال اللوز غير مع ربع ديال السنيده، هنا درنا نص كيلو ديال السنيده مع كيلو ديال اللوز. هنا كنجبدوا لاباط ديالنا اللي وجدنا ضروري مده ديال 10 سوايع او اكثر، حنا هنا وجدناها بالليل وما خدمنا بها حتى الصباح الاخر. ربي يجيب لي المدلك. هنا ونجيب. هنا كنشارك معكم الطريقه باش كنخدموا لاباط ديالنا من بعد ما خليناها ليله اولا 10 ساعات على الاقل. هذه هي الطريقه باش كنخدموها، كنبقاو ندلكوها وكنقسموها وكنعاودو نطويوها بهذه الطريقه، وفي نفس الوقت هنا كنوجدوا العقده ديالنا بهذه الطريقه. هاد الاصابع هما اللي غنخدموا بهم كعب الغزال،
كنوجدهم بهذه الطريقه. صافي كنبداو كنورقوا العجين ديالنا بهذه الطريقه. مصيبه بالفستق سبب البيستاش في مراكش. نديرو اشهار لهاد مول الحلوه هذا في مراكش. كل الحلوه عنده راه دابا ايضا كتقول لي بزاف تشري، راه دابا هي كتسنى الحلوه ديالو. شي ثلاثه معروف في مراكش، شي ثلاثه د الكرتونات من عنده مخلطين. ايوا تحيه لهاد مول الحلوه في مراكش، حتى نمشي عنده ان شاء الله وندير غير الحلوه. كاين في ضرب طباشي البنات هالمراكشيات، مراكشيات حدا اللي كيبيع العصير ديال القصب. ايوا تبارك الله، شتي الانسان اللي كيخدم الحاجه زوينه. وين الشيزو حدا اللي كيبيع، عرفتي هما عندهم داكشي زوين بصراحه. ماشي احنا في صوره ماشي بزاف. هو معروف، هو معروف خوش الممثل. شكون هذاك الممثل؟ ما قلتش على سميتو. معروف هو اصلا، زوين الحلوى عنده وكعيبات عنده تبارك الله. غير واحد تشبعك. هنا بديت معاكم الشكل من الاول، كنحطوا العقده ديالنا في هاد لاباط اللي هي مورقه، وكنشكلوها على شكل ديال كعب الغزال. صافي فاش كيتقاد لينا الشكل مزيان بهذه الطريقه، كنقطعوه بالجراره. من بعد ما كيتقاد لينا الشكل مزيان حنا كنقطعوه بالجراره. صافي من بعد كنقشوه بهذاك، كنقولوا له حنا المنقاش، كل واحد واشنو كيقول ليه. المهم ها هو كنقشوها بهذه الطريقه هذه. صافي الكعب كنثقبوه باش ما يتنفخش لينا في الفران. هنا من بعد ما سالينا ضروري من واحد سيقه للكوزينه كما كتشوفوا معنا. الكعب ديالنا هو وجد. وها الكعب ديالنا واجد والشكل النهائي. هو احنا وصلنا للنهاية ديال الفيديو ديالنا. نتمنى الى عجبكم المحتوى اللي وليت كندير، ما تنسوناش من اللايكات ديالكم والدعم ديالكم للفيديو، راه لان اللايكات هما اللي كيخليو الفيديو يطلع. شكرا لكم، ونتمنى تعطوني الراي ديالكم في هذا المحتوى اللي وليت كندير معكم. والى فيديو قادم ان شاء الله.